مثل معرض الشهر الكريم والخيمة الرمضانية بمدينة المكلا نافذة مهمة لحركة النشاط التجاري والاقتصادي، وملاذا آمنا لكثير من سيدات الأعمال أو ما تعرف بالأسر المنتجة، حيث خصصت المؤسسة الاقتصادية اليمنية مساحات مجانية لإقامة معارض الصناعات التقليدية التي تزخر بها المرأة في محافظة حضرموت. الزميل وضاح الشليلي زار جناح عدد من الأسر المنتجة في الخيمة الرمضانية ووفانا بالتقرير التالي. على هامش فعاليات معرض الشهر الكريم والخيمة الرمضانية التي أقامتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمدينة المكلا، وحالة الإقبال الذي شهدته الخيمة التي جاءت استجابة لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظة حضرموت لمبادرة دعم السلع الغذائية والتموينية مع قدوم شهر رمضان المبارك. تلبية هذا النداء كان حاضرا من خلال تبني المؤسسة الاقتصادية في إقامة معرض خيمة رمضان حمل عنوان الوفاء لحضرموت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت. المشاركة في الخيمة الرمضانية أكثر من 22 شركة من الشركات القطاع التجاري في المواد الغذائية، بالإضافة إلى حوالي 25 من سيدات الأعمال. حرصنا أنه في هذا المعرض تدخل سيدات الأعمال والبيوت المنتجة والأسر المنتجة، فوفق التوجيهات اللي عندنا مع التجار الغرفة التجارية أنه سوف يكون البيع بأسعار زهيدة ومخفضة، وسوف تقدم جميع الشركات عروض ومسابقات لتشجيع المواطن أنه فعلا يحس أنه المعرض والخيمة الرمضانية فيها فرق في الأسعار. دعم الأسر المنتجة أو ما يطلق عليهم بسيدات الأعمال كانت محل اهتمام القائمين على هذا المعرض، حرصت فيها المؤسسة الاقتصادية تحديد مساحات ومربعات مجانية خاصة لإقامة معارض الأسر المنتجة في إطار برنامج الدعم المقدم للمرأة في حضرموت. الشكر الخاص للمؤسسة الاقتصادية متمثلة بالعميد سامي السعيدي، بصراحة شكرا لجهوده وتعاونه معنا ودعمه للمرأة، حيث أنه خصص لنا مربع خاص يحتوي على الأشغال اليدوية والمنتوجات النسائية. أنا مشاركة هنا في الخيمة الرمضانية عن طريق المؤسسة الاقتصادية قسم سيدات الأعمال، أنها تاحت، وأشكر المؤسسة الاقتصادية أنها تاحت لنا الركن المجاني بحيث أننا نعرض في منتجاتنا وفي الخيمة الرمضانية. إحنا مشغل الأنابل الخمسة لصناعات الحقائب الجلدية، أتيحت لنا الفرصة في هذه الخيمة الرمضانية. نشكر المؤسسة الاقتصادية على دعمها لنا وتاحت الفرصة هذه لنا. بالنسبة لنا كانت فرصة عرض منتجاتنا كمشاريع، إحنا من المشاريع الصغيرة المبتدئة، وكان إقبال الناس جدا ممتاز بالنسبة لمنتجاتنا وباقي المنتجات تحت الخيمة هذه. كل ما يستحق ما يبحث عنه المستهلك تحت سقف واحد. نحن في معمل الفخامة للمكسرات والبهارات والحلويات، رأينا في هذا الملتقى فرصة لعرض المنتجات للجمهور، فنحن يهمنا الترويج أكثر من يهمنا التسويق، يهمنا الترويج أكثر من يهمنا التسويق. انطباعات المواطنين حول هذا المشروع الذي أسهم بشكل كبير إلى إنعاش حركة المواطنين في محافظة حضرموت، الذين يستعدون لاستقبال الشهر الكريم وكلهم أمل أن تتواصل مثل هذه المبادرات تحت غطاء مؤسسات الدولة لضمان نجاحها. لفتني في الخيمة الرمضانية أنه الأسعار جدا مناسبة، خصوصا الركن المؤسسة الاقتصادية، أنه يعني فرق جدا بين الركن والسوق. النظام ولله الحمد في وضع كورونا في هناك جدية في مسألة التباعد وجدية في مسألة الكمامات، فلا أحد يدخل ولم نستطع الدخول إلا بعملية كمامات. حتى إذا أخرجت الكمامة فشباب النظام هنا يقولوا لك ارجعها أو يخرجوك. منذ افتتاحها مثلت خيمة رمضان ملاذا آمنا لأبناء هذه المحافظة من خلال تفاعلهم مع هذا المعرض الذي يحوي كافة السلع والمستلزمات الاستهلاكية الرمضانية وبأقل الأسعار، وهي رسالة وفاء تقدمها المؤسسة الاقتصادية لأبناء محافظة حضرموت بشكل خاص والمحافظة المحررة بشكل عام، وتؤكد حضور الدولة ما إن تتوفر أسباب استقرارها من خلال مؤسساتها الوطنية. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي،
محافظة حضرموت.